مباراة رسمية تجمع بين المنتخبين. مشاهدينا الكرام، في كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة المنتخبات تواجه في دور خروج المغلوب. كذلك مشاهدينا متوقع. راك اختيار ديال الركراكي اللعابه اللي دا معاه، كاين شي لعابه ما كانوش خصهم يمشيو صراحه، كان يدير اللعابه اللي شويه واقفين صحاح بحال حكيمي ولا باتنا، اما هاد الدراري الصغار هادو كان خصو يصبر عليهم، منين دابا بحال حرقهم، دابا الناس كلشي غيبقى يكريتيكي فيهم بحال حرقهم وصافي. هذا هو اللي كاين ضرب الجزاء، ما عندك ما دير، ضربها كان شويه عنده لا بريسيون، هذا هو اللي كاين، كان عنده لا بريسيون ضربها ما سجلهاش، ولكن الماتش كله راه ما طلعش بالطريقه اللي كان خصو يتلعب بها. هذا هو اللي كاين صراحه. انا الركراكي كنلوم الركراكي صراحه، ما لعابه عطاو داكشي اللي عندهم، اللعابه ما قدروش يعطيو اكثر من داكشي، لان اللعابه ما عندهمش التجربه اللي دابا دا بزاف ديال الاولمبيين. السلام عليكم تول موند، كوكو. دونك اون اسيستي او ماتش دو فوت، تسجلنا المغرب ديالنا ما ربحوش، معليش سي با غراف، ماشي مشكل. انا جيت من فرنسا باش نحضر لو ماتش دو فوت في قهوه فينتاج، دابا سي لا تخوازيام فوا انا كنجي هنا، كان ربحنا لي فوا باسي ودابا ما ربحناش، سي با غراف، سجلنا المغرب ديالنا اي سي اون بروشين فوا ان شاء الله، ما سي با ان بروبليم. المغرب ديالنا دو فاسون سي الي توجور او توب، فوالا. كلشي الحمد لله، هذه الكور هذه عاديه، روح عاديه، مره كتعطيك مره كتخسر، هي انسان هذه عاديه، مره عنده مره عنده، ما خصناش دائما الغلب. هذه هي الروح الرياضيه بصحته. هو الحاكم الله يهديه وسام، ما شافهاش المره الاولى بالحق، تهنى الدنيا ماشي مشكل. شكرا. ام هذه الهزيمه اللي تعرض لها المنتخب المغربي، ننوه ونشيد يعني بالاعمال اللي قام بها يعني المنتخب، يعني كان عنده يعني طبعا الحمد لله مجهود كبير، لكن كيف ما كنعرفوا هناك فرق كبيره دائما كتعرض للخساره، وهذه هي الحال ديال كره القدم. الحمد لله على كل حال، وديما روح رياضيه الحمد لله. كنا كنتمنوا ان النتيجه تكون مغايره، اللعابه داروا اللي عليهم، والحمد لله على كل حال رغم هذا الاداء هذا ورغم هذه النتيجه. نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله التوفيق في المباريات الجايه، ولو كان زياش كنا يمكن نشوفوا الاداء احسن، وهذا ما كان، وتصر عليهم واحد التاثير كبير على المباراه. والحمد لله بعد منين الركراكي رجع، واخا ما كانتش النتيجه كي كنا باغيين. شوف رغم الهزيمه كنبقى المنتخب اللي هو قوي لحد ما حالفناش وضيع ضربه الجزاء، هذا جزء نورمال من الرياضه من الكره بصفه عامه. عقبال العام اللي ما يجي في وسط المغرب ان شاء الله ربي غنديوه ان شاء الله. تخيس دافوا لو ماروك ديسكاليفي، نو فولون توس كو لو ماروك سو كاليفي باسكو سي لو بيي كي نوزا اكيلي بور لي غولاسيون ديبلوماتيك افيك نوتر بيي.
Vraiment, c'est très triste de voir le Maroc disqualifié. On espère que, Inch'Allah, le Maroc va aussi se qualifier dans les prochains tours de la CAN qui va venir dans les prochaines années. Merci beaucoup. كل معنى الكلمة زعما ما عرفتش واش الحظ ماشي معاهم واش موجودين شي نفسيان ما عرفتش استراتيجي كانت ماشي هي هذيك النقص ديال زياش وبوفال كان عنده تأثير كبير ضربة الجزاء كانت عايدة الكواري كيضيعوا هارد لاك وصافي ربي يوفقهم في شي مقابلة أخرى نتسناو كأس العالم